اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، نسعدين ان نتواصل معكم عبر صباح الشروق. وصلنا الى محطه ومساحه الرياضه، ابرز الاحداث الرياضيه، ابرز العناوين، ابرز الاخبار وما يرد الينا دائما في الرياضه على المستويين محليا وعالميا مع التحليل. سعداء ان ينضم الينا داخل الاستوديو الزميل الاعلامي الصحفي الرياضي استاذ عبد الرحمن عيد الروس. اهلا بك، اسعد الله كل اوقاتك. حسام مرحبا بالساده المشاهدين ومشاهدي قناه الشروق. تحيا لك، وحنبدا مباشره بفريق الهلال وماذا يدور في الازرق. بصراحه يمكن هو سؤال يعني زي ما نقولوا متفرع لاشياء عديده. الهلال يمكن هو القلعه الزرقاء بالاصح يمكن تدور فيها هذه الايام احداث ساخنه جدا، خاصه على صعيد الاداره او الانتخابات المقبله. خلينا يمكن بعض قال انها ستكون من اشرس واصعب الانتخابات في نادي الهلال، خاصه بعد الحديث الكثير اللي راجت في الاوساط الاعلاميه، خاصه بعد يعني قرار اللي ذكره اشرف الكاردينال رئيس النادي الحالي بانه لن يترشح لدوره رئاسيه قادمه، وهو ما فتح الباب او فتح المجال للعديد من المتقدمين الصفوف، خاصه لما نتكلم عن رئيس تنظيم فجر القد. هذا التنظيم اللي يمكن الآن هو في مقدمة التنظيمات الهلالية لما قام به من حراك كبير في الفترة الماضية. لكن خلينا نرجع لقرار أشرف الكاردينال بأنه هو لن يترشح لدورة رئاسية قادمة. أنا في اعتقادي البسيط أنه الكاردينال هو أصلا يمكن القانون الجديد، قانون هيئة الشباب والرياضة الجديد، لن يسمح للكاردينال بترشح لدورة قادمة. الكاردينال يمكن عارف أنه هو فشل ذريع بما يخص ملف فريق الكرة. نعم هو الآن الجميع يتحدث عن أنه هو قام بثورة منشآت كبيرة على مستوى نادي الهلال وعلى مستوى النادي وعلى مستوى الاستاد كذلك، الكل لا ينكر، يعني يمكن القاسي ولا داني ينكر هذا الشيء الكبير اللي قدمه الكاردينال. لكن في النهاية فريق الكرة أو جماهير الهلال بالأصح لا تريد منشآت، لا تريد استاد، تريد فريق كرة، فريق يقاتل. نعم فريق يقاتل على كل الجبهات، كذلك فريق الهلال أو خلينا نقول جماهير الهلال هي الآن تبحث منذ التأسيس على أول بطولة أفريقية أو بطولة قارية. الكاردينال كان عنده الشانس كبير أو فرصة كبيرة، خلينا نقول أنه كان ممكن يكون رئيس استثنائي إذا 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 استطاع أن يفعل أو يدير الهلال بشكل واضح وبشكل أو بطريقة شفافة دون التخصص أو خلينا خصوصية. الهلال في الفترة الأخيرة يمكن لم يتبقى شيء غير اسم الهلال فقط، لأنه الكاردينال يمكن كان هنالك بيئة طاردة في نادي الهلال، إذا كان على مستوى الإدارة، إذا كان على مستوى الجهاز الفني، وحتى الجماهير عزفت تماما عن حضور المباريات خاصة المباريات الكبيرة. الكاردينال كان يمكن أن يكون رئيس استثنائي إذا كان هو استطاع أن يعني يوفق ما بين الإدارة الصحيحة وقدرة يمكن الأموال الهائلة، أو خلينا نقول أنه كاردينال هو ضاربة مالية، يعني في النهاية أنه يملك من المال، حتى الحكومة لا تستطيع الإنفاق بهكذا طريقة، حتى الطريقة اللي أنفق بها الكاردينال في أول 5 سنوات الماضية. كاردينال نجح في انه ينفق اموال طائله، لكن كانت هباء منثورا لانه لم تصرف بالطريقه الصحيحه. لذلك اعتقد انه الكاردينال فشل في ملف فريق الكره. الثوره الجماهيريه الاخيره اللي يمكن طالبت بالاطاحه بالكاردينال، شفنا هناك اعتصام على مدى شهرين قبل جائحه كورونا من اولتراس الهلال، من جماهير الهلال، يعني يمكن من النادر جدا او قل ما نجد انه رئيس نادي يعادي اولتراس النادي، يعادي جماهير الهلال. فدي كلها اشياء لم تصف في مصلحة الكاردينال عموما. لذلك أعتقد أنه أصلا الكاردينال بالقانون لن يجد فرصة في أن يترشح، ناهيك أنه جماهير الهلال خلاص يعني يمكن طالبت بأكثر من مرة بأن برحيل الكاردينال وفتح المجال لي يمكن سيكون هنالك مجلس تسيير، كما قال البروف محمد جلال رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد السوداني لكرة القدم، قال أنه آخر أيام أو آخر أيام الكاردينال أو دورته حاليا ستنتهي في منتصف يوليو المقبل. سيفتح المجال هناك لمجلس تسيير أو لجنة تطبيع ستكون هنالك في شهر 7 المقبل. هذه اللجنة ستفتح المجال أيضا لرموز وأخطاء بنادي الهلال، طبعا في النهاية أنه سيكون هناك جلسة ما بين الاتحاد السوداني لكرة القدم والرموز وأخطاء الهلال لاختيار مجلس يستطيع أن يدير الهلال لمدة 6 أشهر فقط، وبعد ذلك سيكون هنالك انتخاب. نعم، يعني تلويح الكاردينال بالرحيل، هل هو تلويح بعصر الرحيل من أجل أخوك
حسام، الكاردينال درج في السنوات الأخيرة على يمكن بالتلويح الكثير بالاستقالة، لوح كذا مرة أو عدد من المرات بالاستقالة، خاصة عقب أي خروج أفريقي يكون هنالك تلويح بالاستقالة أو حتى يكون استقالة في الإعلام فقط. لم نرى يوم من الأيام الكاردينال قدم استقالة مكتوبة وتم تقديمها للمجلس ليتم تقديمها للمفوضية. الكاردينال يلوح بالاستقالة فقط بالإعلام عبر قنواته الرسمية نادي الهلال، لكن لم نرى هنالك استقالة فعلية من رئيس نادي الهلال، كلها تكون استقالات يمكن تكون يعني من أجل الخداع أو من أجل خلينا نقول أنه هو يحاول أن يلعب بأشياء أخرى. الأيمن وحارس المرمى يونس، ده يمكن يخفف من جحيم الجمهور اللي ممكن يعمل على دعم الكاردينال مرة أخرى. نعم، هو يمكن يعني قبل 48 ساعة من قراره بعدم ترشحه مرة أخرى شفنا جلسة كانت مهمة جدا بين رئيس النادي أشرف الكاردينال وأطهر الطاهر بحضور قائد الفريق عبد اللطيف بوي. دي كانت يمكن أسلج صدور البعض بعدم رحيل أطهر الطاهر اللي هو يعتبر من أميز اللاعبين الآن في لأطهر الطاهر، حتى إذا كان في جماهير الهلال غير راضية تماما بما يفعل الكاردينال في ذات النادي وبالطريقة اللي يدير بها النادي عموما في الفترة الأخيرة. نرجع لبرضو نقطة مهمة جدا، أنه حتى إذا كان هنالك عدم ترشيح مرة أخرى، خلينا نقول أن هي برضو جزء، الجميع يمكن في نادي الهلال تعود على هذه الأفعيل من الكاردينال، لأنه خاصة لما نتكلم أنه قبل 48 ساعة من هذا القرار جلس مع أطهر يفاوض في أطهر يفاوض في يونس الطيب. هي يعني يمكن نقول خلينا نقول هي خدعة من الكاردينال اللي يعني يمكن يحاول يستعطف جمهور الهلال للوقوف معه مجددا. نعم، بكل هذه السيناريوهات في البيت الأزرق ما يدور فيه ابتعاد بعض الأعمدة الأساسية من قدام اللاعبين عن الإدارة وما إلى ذلك، كل هذه السيناريوهات نختتم تجوانا في البيت الأزرق بسؤال: الهلال إلى أين؟ يمكن هو سؤال صعب صراحة في الفترة القادمة، لأنه المصير سيكون مجهول، خاصة لما تتكلم أنه إذا كان الكاردينال نتكلم عن كل هذه النقاط الضعف وهذه النقاط السلبية في مشوار الكاردينال مع الهلال، خلينا نقول أن الكاردينال بقوته المالية الضاربة نجح في تسيير نادي الهلال. لما تتكلم عن تذكرة سفر واحدة أو رحلة طيران واحدة للجزائر لأفريقيا تكلف أكثر من 350 ألف دولار، دي الكاردينال كان يتكفل بها المعسكرات المنشآت أشياء كثيرة. الكاردينال كان رهق الصرف عموما على نادي الهلال، الكاردينال كان لا يعني يمكن يكون هذا الشيء لا ينكر أحد من جماهير نادي الهلال. الفترة المقبلة ستكون صعبة جدا إذا كان على أي رئيس، لما نتكلم عن ديون الآن موجودة وضعها الكاردينال في ملف ديون نادي الهلال ستكون صعبة جدا على أي رئيس قادم، إلا إذا كان هنالك يمكن خلينا يكون اتفاق بين الرئيس القادم والرئيس الحالي أشرف الكاردينال، بالإضافة إلى صعوبة يعني صعوبة اللي يمكن المجلس نفسه، لأنه الآن لا يوجد الآن خلينا في الساحة نقول يعني يمكن يكون رئيس نادي يأتي بتلك الأموال في نفس الوقت بالإدارة، لكن المصير سيكون يمكن يكون صعب، لكن خلينا نقول التقيير هو سنة الحياة وجماهير الهلال ستعول كثيرا. ذكرت قبل قليل بالحراك الموجود في تنظيم فجر القد اللي بحاول بقيادة الأخ محمد عثمان كوارتي، وحاول جاهدا عسى ولعل أنه يستطيع قيادة الهلال في الفترة المقبلة. طيب، حنمشي مباشرة إلى نادي المريخ وفريق المريخ ونتحدث عن محمد الرشيد رمضان عجب وجوده في فريق المريخ وسودكال يرحب ويشترط. نعم، يمكن سودكال رحب بالمبادرة اللي قام بها رجل الأعمال المريخي قدالة، هذا الرجل الأعمال اللي يمكن يكون ذكر في الأوساط الإعلامية قبل 24 ساعة ذكر أنه هو متكفل بصفقتي إعادة رمضان عجب ومحمد الرشيد، لكن في النهاية لا يوجد الآن شكل رسمي. بالأمس نعم كان في إفطار في منزله بحضور اللاعبين بحضور بعض الإعلام المريخي، لكن في النهاية سودكال قال أنه إذا كان هنالك
تبرع أو بهكذا مبادرات، قال لابد أن تكون تمر عبر النادي بطرق رسمية بصالات بأشياء تكون محفوظة لحقوق الأخطاب. لكن إذا كان هناك شيء يكون خارج النادي فهو لا يحتمد بالنسبة لنادي المريخ. لكن في النهاية إذا تكلمنا عن رمضان عجب بالقيمة الفنية الكبيرة لرمضان عجب والشيء اللي قدمه المريخ في السنوات الماضية خاصة الموسم الماضي، يمكن يكون متعلق بشكل لافت مع المريخ، وقدم ما قدم من جهود كبيرة، قاد المريخ لانتصارات ونقاط مهمة في الدوري الممتاز. كذلك محمد الرشيد خامة فنية مميزة جدا، لاعب صغير السن عمره 26 عام، لديه الخبرة الكبيرة في المباريات الأفريقية، لذلك من الطبيعي أن يجد الثنائي كل هذا الاهتمام من الأخطاب ومن الإدارة المريخية. نعم، آخر التصريحات لمحمد الرشيد أنه ما حدث كان مجرد دعوة فقط، لم يكن هناك مناقشة لأمر تجديد العقد أو ما إلى ذلك. محمد أيضا ذكر من خلال الحديث، وهذا حديث للاعب محترف يعني، أنه أمر التجديد أم لا، العقودات أم لا، هذا أمر يخضع لجلوسه مع مجلس إدارة الفريق الأحمر، وهو لن يجلس إلا مع الإدارة لهذا الأمر. نعم، أنا كما ذكرت أنه كان وجبة عزومة أو وجبة إفطار خلينا نقول في منزل قطب المريخ، لم تكن هناك أشياء رسمية، لكن هي في النهاية هو تكفل أو قال سأتكفل بإعادة الصفقة، لم يذكر هناك أموال أو حتى تحديد لسعر الصفقة أو تجديد للثنائي. لكن رئيس النادي قبل حديث محمد الرشيد قال إذا كان هناك تجديد أو تحديد لسعر هذه الصفقة، قال لازم لابد أن يتم عبر نادي المريخ وبطريقة رسمية، القناة الرسمية. نعم، بطريقة رسمية لكي يكون هناك شفافية واضحة الإعلام وشفافية واضحة في الصفقتين. نعم، هنذهب مباشرة إلى النشاط الرياضي الموجود في الفرق أو في الأندية السودانية، وعن تجديد العقودات لبعض اللعيبة، وعدم التجديد ده ممكن يؤسس إلى ظهور أوجه أخرى ممكن تلعب في الفرق السودانية. نعم، هو الحديث عن التجديد الآن صعب جدا في ظل توقف النشاط الرياضي وفي ظل جائحة كورونا اللي أدت لتوقف النشاط الرياضي، لكن خلينا نقول أنه هو التجديد عموما أو اللاعبين يمكن ينتظروا هذه الفرصة، ينتظروا التجديد للظهور بشكل لافت، أو خلينا نقول بوضع يمكن تغيير في خارطة الأندية، لأنه شفنا أنه عدد من الصفقات كانت في الفترة الماضية يمكن لم تجد حظها، أو خلينا نقول لم تتوفق مع بعض الأندية. أندية الدوري الممتاز عموما هي تشكو من ضائقة مالية صعبة جدا خاصة في ظل جائحة كورونا، لذلك أعتقد أنه فترة الانتقالات المقبلة حتى إذا كانت فترة طويلة، خلينا نقول إذا كان هناك في لاعبين تم رصدهم قبل التوقف النشاط، خلينا نقول أنه سيكون هناك صعوبة بالغة في إيجاد أو في توفير المال لإدارة هذه الصفقات أو إكمالها بشكل عام. ممتاز. يعني أيضا ممكن أنا أتحدث عن داعمين عن أخطاب يوز أيضا من خلال تجديد العقودات، تحديدا أندية الغيمة وبعض النجوم، هذه أيضا فرصة لظهور أيضا أخطاب، دائما ما يتم استغلال مثل هذه العقود للدعاية والإعلان وظهور أسماء جديدة أيضا في الساحة. نعم، يمكن القطب في النادي خلينا أو نقول المشجع خارج مجلس الإدارة. نعم، هو مهم أهم من الإداري، لأنه الإدارة عليها عبء مالي، يقع عليها عبء مالي كبير جدا، إذا كان في صرف مرتبات، إذا كان في عموما في إدارة نشاط النادي. الأندية الآن تمر بضائقة مالية صعبة جدا، هنالك أندية لم تستطع، هناك إدارة لم تستطع صرف رواتب للاعبين والأجهزة الفنية لمدة 3 أشهر ماضية. المدربين الآن في الإعلام خرجوا أطلقوا تصريحات واضحة أنه لم يستلموا أي راتب خلال الفترة الماضية، لذلك أعتقد أنه الأندية ستعاني كثيرا في ما يخص بالتسجيلات أو فترة الانتخابات المقبلة. مهم جدا لدعم النادي ودعم مسيرة النادي في الدوري الممتاز. ممتاز. طيب، يعني ضغوطات مالية وعدم تجديد عقودات بالنسبة للاعبين، ده يعني عدم الاستمرارية في رأيك؟ لا، في النشاط الرياضي في السودان. إذا تحدثنا عن النشاط الرياضي في السودان واستمراريته، خلينا نقول إنه الموضوع سيأخذ منحنى آخر. في ما أنا ما أدري أقول تعنت، لكن في إصرار قريب، إصرار خاطئ من دكتور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم في عودة النشاط. عودة النشاط في هكذا ظروف شيء مستحيل، خلينا نقول باللغة العادية ضرب من المستحيل، يعني أنه أنت لا يوجد الآن، لا يوجد نظام صحي في السودان واضح. الحكومة السودانية تعاني بشدة
في النظام الصحي، في جائحة كورونا، في إغلاق بعض المستشفيات. حتى السودان يشكو من أزمة مستفحلة في الدواء عموما في المواطن السوداني. ناهيك عن عودة نشاط رياضي، تكلم عن رفاهية كرة القدم، هي ليس من الأساسيات في الحياة بالنسبة لأي دولة. هنالك دول كبيرة ودول عظمى، تكلم عن فرنسا ألقت الدوري الفرنسي وتكبدت في خسائر كبيرة، تكلم عن مليار يورو، هذه مبالغ كبيرة جدا. فما بالك السودان لما تحكي عن دولة هي الآن باعتبارها أنها حكومة جديدة ودولة نامية بهذه الحكومة، صعب جدا عودة نشاط، لأنه هناك اشتراطات صحية وضعت الفيفا لعودة أي نشاط. يكون هنالك فحص دوري للاعبين، فحص قبل كل مباراة وبعد كل مباراة، فحص دوري 3 أيام لكل المنظومة الموجودة في المباريات، إذا كان من حكام، إذا كان من مراقبين، إذا كان من إدارة، إذا فنين. صعب جدا توفير كل هذه الأشياء. ده حيحرم الفرق بتاعتنا المشاركات في البطولات الإفريقية. نعم، لكن البطولات الإفريقية لابد أن يكون هناك نص واضح أو قانون في مجلس إدارة الاتحاد بأنه إذا تم إنهاء الدوري يا إما العودة بترتيب الموسم الماضي اللي انتهى عليه الموسم الماضي، أو الترتيب الحالي توقف به النشاط. لابد أن يكون هناك نص. احنا لسه مختصين في القانون في مجلس إدارة الاتحاد، هناك من يختص بالقانون. الاتحاد الآن عنده مجلس إدارة، لابد أن يرجع للجمعية العمومية كاملة اللي هي تضم اتحادات تضم أندية، لابد القرار للأندية وليس يكون قرار دكتاتوري يخص مجلس الإدارة فقط، لابد العودة بالأندية، لأن الأندية الآن هنالك متكلم عن الشرطة القضاري، فلا عضر الأهلي، هلال كادوغلي، أهلي خرطوم، دي كل أندية طلعت وأخرجت طلعت تصريحات مهمة، قالت لا نستطيع إكمال الدوري في هكذا ظروف اقتصادية وظروف صحية صعبة جدا. نتكلم عن أيضا عودة النشاط يتطلب معسكرات، يتطلب عودة للاعبين في معسكر واحد في معسكر مقفول، يتطلب أيضا 20 يوم من الجاهزية الفنية، 20 يوم من الجاهزية البدنية، دي 40 يوم صعبة جدا على الأندية تسير النشاط إذا كانت الأندية أصلا لا تستطيع توفير رواتب وتستطيع توفير أبسط الأشياء في اللاعبين. نعم، الآن السيناريو الأغرب في الطريق، يعني هل نقول أنه الموسم مهدد تماما بالإلغاء؟ و عندما تحدث عن الإلغاء أقول خطر الإلغاء باعتبار الضرر الذي يمكن أن يقع أو لا يقع على الأندية الموجودة، يعني ما هو السيناريو الأفضل للأندية، أنه يستمر أم يلغى؟ هناك مشاكل ستتولد، من سيتوج هنا؟ سنعود إلى مربع هلال مريخ، هذا متصدر، هذا يحق لها، فهذه سيناريوهات كثيرة جدا، ما هو الأقرب؟ نعم، السيناريو الأغرب أخو سام هو أفضل إلقاء الدوري الممتاز. يعني إذا حدثنا عن جائحة كورونا أو هذا الوباء أو هذا الطاعون، يأتي يمكن كل 100 عام في العالم، هذا وباء ضرب العالم كله. يعني يمكن أنت تتحدث عن أشياء، عن جانب الإنساني وصحة الإنسان، ناهيك عن هلال مريخ وكرة قدم. وإذا عدنا لكرة القدم والمجادلات الحاصلة بين هلال المريخ والجدل اللي سيحدث بتتويج اللقب، أنا أعتقد أنه لابد أن يكون هناك وعي من إدارات الفريقين وجمهور الفريقين بأنه هذه الجائحة ليست يعني يمكن شيء سهل، أو من أنه الناس تستسهل، لأنه عودة الدوري ممتاز، عودة الدوري ممتاز تكون صعبة جدا، لأنه كل لاعب سوداني لديه يعني من الأسر السودانية ولديه يعني حياته الطبيعية اللي بيعيش بها. فأنا أعتقد أنه عودة النشاط هي كارثة، خلينا نقول حقيقية، لأنه إذا هنالك اشتباه فقط في أي مباراة بأي لاعب في حالة كورونا، معناها سيحجر الفريقين، سيحجر الطاقم الإداري والفني وحتى موجودين على البنك. يعني كل الأشياء هذه صعبة جدا على إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم في أنه يعود النشاط في هكذا ظروف اقتصادية وظروف صحية سيئة جدا في السودان. لذلك من الأفضل أنه لا يكون هناك إصرار على إعادة النشاط في الدوري السوداني، و وقرار واضح يلزم الجميع في انه اللقاء المهم سيترتب عليه اضرار، لكن في النهايه بد ان هناك وعي كبير من ادارات الانديه في انه الاتحاد طبعا هو في النهايه التمثيل الافريقي اللي بتعنى باربع انديه اثنين في هذا ايضا واحده من الاشكاليات. نعم لابد ان يكون هنالك لابد هناك يكون قرار واضح ونص في الجمعيه العموميه انه اذا تم القاء الدوري سيكون العوده للترتيب الموسم الحالي او ترتيب الموسم الماضي، ولانه في النهايه الاتحاد الافريقي قال القرار يعود لادارات الاتحادات المحليه. نعم، هنقفز عالميا الى الدوري الانجليزي ودوري التراسيل ونتحدث عن مباريات الدوري الانجليزي. نعم، بالامس مانشستر يونايتد
نجح في خطف اعتقد نقطة قالية جدا من فريق توتنهام على ملعب توتنهام بالذات. المباراة كانت صعبة على الفريقين بعد توقف دام لأكثر من 100 في الدوري الإنجليزي. المباراة كانت صعبة غريب جدا من الفوز، حتى في اخر دقيقه تم احتساب ركله جزاء للمان يونايتد لكن الحكم القاها بعد العوده للفار. النتيجه هي يعني يمكن نقول سيئه لفريق اصحاب الارض فريق توتنهام، لانه كان مورينيو المدير الفني يحاول جاهدا كسب هذه المباراه للتعادل والكثير اذا كان بالوصول لمراحل المتقدمه في الدوري والتواجد في المراكز الأربعة الأولى، بالإضافة لأنه هو يريد أن يكسب فريقه السابق والخسائر المذلة لمانشستر يونايتد بالذات في ملعب الأولد ترافورد اللي كانت برباعية. كلها أشياء مورينيو لم يستطع أن يفعلها، خاصة بعد تصريحه عقب المباراة قال فشلت في قراءة المباراة وكانت واضح جدا لم يستطع قراءة المباراة، بالإضافة لمانشستر يونايتد نجح في أنه يفرض شخصيته في العام الماضي. اول مباراه ظهور بوجبا بالامس ونجح بوجبا في انه يحول مسار المباراه بانه حتى ركله الجزاء اللي اكتسبت لمانشستر يونايتد ارتكبت مع بول بوجبا واثر في اداء مانشستر في وسط الملعب. بالاضافه لما ننسى انه سولشير قال انه هذه المباراه تعني الكثير لانه مان يونايتد خلينا نقول الان في المركز الخامس وحافظ على المركز الخامس اللي ممكن يؤهل دوري ابطال حال فشل مانشستر سيتي في الاستئناف المقدم للفيفا، لانه الاتحاد الاوروبي حرم مانشستر سيتي من المشاركه في دوري في المشاركات الاوروبيه لمده عامين بسبب مخالفات النظام اللعب المالي طبعا نعم على جماهير السيتي. مانشستر عنده القرار في استئناف عوده مانشستر سيتي، مانشستر ممكن يونايتد ممكن نراه في دوري ابطال اوروبا العام المقبل. نعم يعني هنا معجب نعم الاستئناف النهاية هي مشكلة إدارية وليست فنية بالنسبة لبيب جوارديولا، لكن جوارديولا خلينا نقول يغيب كل هذه الفترة يعني عن الملاعب. جوارديولا لم يأتي لحمل لقب الدوري الإنجليزي، بل إدارة مانشستر سيتي جاءت بجوارديولا لحمل دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي. كل عام يفشل فيه في الظهور او خلينا نقول في المراحل المتقدمه، دائما السيتي يخرج دائما باخطاء خلينا نقول دفاعيه قاتله، السيتي يخسر في مباريات مهمه جدا المفروض لا يخسر فيها. لذلك جوارديولا لم ينجح، الجميع يرى انه جوارديولا لم ينجح مع مانشستر سيتي بقدر ما نجح مع برشلونه في سنوات ماضيه. نذهب مباشره الى الارسنال وكيف سيعوض الخساره اليوم؟ نعم يمكن ارسنال اليوم مواجهه بمباراه مع برايتون في الدوري الانجليزي على ملعب برايتون، مباراه صعبه للارسنال في ظل الظروف القاسيه اللي مر بها الارسنال في قيابات في الدفاع والاخطاء الدفاعيه القاتله اللي شفناها امام مانشستر سيتي. خمس انديه الاولى في المراكز الاربعه الاولى للمؤهل لدوري ابطال اوروبا، لكن خلينا نقول الارسنال في النهايه فريق كبير عنده نجوم عنده يعني جهاز فني يستطيع تعويض قيابات الدفاع وكذلك الظهور الجيد على مستوى خط المقدمه اللي فشل في الظهور في المباراه الماضيه بشكل جيد. ليستر سيتي يحاول ان يذهب من اجل التمثيل الاوروبي في مواجهه نعم هي لكن اول مباراه ليستر بعد العوده بعد غياب طويل بسبب جائحه كورونا. الفريق الان هو متواجد في المركز الثالث برصيد 53 نقطه، يعني يمكن فريق وضع قدم في التاهل للدوري ابطال اوروبا، لكن في النهايه يمكن مانشستر سيتي ويونايتد غريبين جدا من او تشيلسي بالذات قريبين من ليستر سيتي، لذلك ليستر يحاول ضمان هذه البطاقه لانه اصبحت 10 جولات تقريبا او 9 جولات فقط على نهايه الدوري. الفريق يريد تامين المركز الثالث للظهور في دوري ابطال اوروبا. نعم واخيرا حنختم ب الاسبوع 30 من الليغا الاسبانيه بيليا يحرق برشلونه. بس هي مباريات على برشلونه في الدوري الاسباني، ملعب رامون سانشيز اشبيليه ملعب صعب جدا على كل الانديه خاصه برشلونه، برشلونه دائما يتكبد الخسائر في هذا الملعب، صعب جدا على كل الانديه تلعب.
إشبيلية بالأمس كان غريب جدا من الفوز على برشلونة، يمكن بالأمس من المباريات القريبة أن برشلونة لم ينجح في خلق ولا فرصة يمكن خطيرة بوجود كل اللاعبين، بوجود ميسي، بوجود سواريز. بالأمس يعني برشلونة أخفق تماما في أنه يخرج بحتى خلينا نقول التعادل، كان جيد جدا لبرشلونة في ظل الظروف اللي مر بها برشلونة في مباراة الأمس فنيا وبدنيا، يمكن ضغط المباريات في 72 ضغط المباراة وأنت قادم من توقف نعم تلعب ثلاث مباريات في كل 72 ساعة مباراة، كانت صعبة جدا على برشلونة وعلى نجوم الفريق، لكن بالأمس الفريق نجح في أنه يعود بنقطة غالية، مع أنه الفريق أو بأشبيلية قدم هدية على طبق من ذهب لريال مدريد قدنا اللي هيستضيف تقريبا ريال سوسيداد، فرصة كبيرة لريال مدريد في احتلاء الصدارة ولو بفارق الأهداف على برشلونة حال نجح ريال مدريد في الفوز قدما. نعم يعني لو انتقل ينجح في خدمة الريال. نعم جميل. كثير جدا من المباريات، لكن بسرعه ما عادت الدوريات، انتهى الدوري الالماني، تم الغاء الدوري الفرنسي الذي قال بعض المعجبين انه تم التسرع نوعا ما في هذا القرار، لكن هذا قرار يعني اداري في النهايه ولا يمكن ان نتدخل فيه. اداء برشلونه تحدثت الان عن انه 72 ساعه من اللعب المتواصل وانت عايد من فتره توقف طويله. بصوره عامه هذه الدوريات ما يحدث هناك في كاس ايطاليا من مباريات، هنا الدوري الانجليزي الذي عاد وهو من اقوى الدوريات، الاسباني والالماني ايضا، كيف تقيم هذه الدوريات باحترافيه النجوم باحترافيه اللاعبين؟ اذا ما اردنا هنا في السودان استئناف، يعني شاهدنا مباريات ومستويات كبيره جدا حتى عوده المصابين، اذا كان سواريز في برشلونه هناك في الريال بعض الاسماء، اسنسيو عاد من اول لمسه احرز، لاحظنا مستويات عاليه، انضباط تكتيكي عالي جدا ولياقه بدنيه عاليه رغم الفتره الطويله من التوقف وعدم التدريب. نعم يمكن هذا الحديث اخ حسام يؤكد القوة الكبيرة للأندية العالمية في كيفية محافظة اللياقة البدنية، في كيفية محافظة اللياقة البدنية والفنية للاعبيها برغم هذا التوقف الكبير. هذا الموضوع مهم جدا، يعكس مدى قوة تلك الدول الكبيرة اللي تنجح في أنها بتجعل اللاعبين الآن حتى إذا كان هناك توقف يعرفوا كيف يحافظوا على اللياقة البدنية. دي واحد الشيء المهم أكثر، أنه هذه الأندية نفسها يمكن ما أدت إحساس أن هناك توقف للعالم كله. الدول لكرة القدم منحت الأندية تغييرات تقريبا في المباراه لانه التغييرات ستكون صعبه على اي فريق، لانه لابد ان يكون هناك خيارات عديده في المباراه، لكن خلينا نقول جميع الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والايطالي كذلك كاس ايطاليا نجحوا في تقديم مباريات قويه جدا وبهروا العالم بامكانيات كبيره، اذا كان على مستوى الادارات، اذا كان على مستوى الاقتصاد، اذا كان حتى على مستوى البنيه التحتيه لكل الانديه، اكد انه دوريات كبيره جدا، لذلك انه هي نجحت في اعاده الدوري واشترطت بكافه الشروط الصحيه اللي وضعتها الفيفا. صحيح، يعني الدوري الاوروبي عموما بمختلف مسمياته والفرق الموجوده فيه دائما بيعطي دروس لكل الشعوب، يعني تتعلم من الدوري الاوروبي كيفيه التدريب، كيفيه يعني الاهتمام باللياقه الذهنيه والبدنيه، والاهتمام ايضا بكل الفرق ماديا وكل التفاصيل بتهم اللاعب المميز. نعم. وصلنا لختام هذه الفقره الرياضيه، شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا.